شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع 12 للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد عن بعد برئاسة سعادة السيد خميس حمد الرميحي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى. وحول هذا الاجتماع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد خميس حمد الرميحي. مساء الخير أستاذ خميس، وبداية يعني لو تحدثنا عن أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها في اجتماع اللجنة والقرارات التي صادرت عنها تمهيدا لاجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية. أهلا وسهلا بكم وأشكركم على هذه الاستضافة. عقدت لجنة التنسيق البرلماني الخليجي صباح هذا اليوم اجتماع 12 لإعداد مشروع جدول أعمال دوري 13 لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس الشورى والنواب والوطني الأمة دول مجلس التعاون الخليجي. وكان من ضمن الحقيقة البنود المعروضة على هذا الاجتماع عدد من هذه البنود، الحقيقة كان أهمها من ضمن هذه البنود هو استمرار الزيارات المتبادلة مع البرلمان الأوروبي. طبعا تم من ضمن هذا التوجه هو تكثيف الأمانة العامة مع دورة الرئاسة للاستمرار في التنسيق مع البرلمان الأوروبي وتكثيف هذه الزيارات. طبعا خصوصا أن الزيارات الآن أو اللقاءات تتم عن بعد، فأعتقد بأن من المناسب جدا أن يتم تكثيف هذه اللقاءات. أيضا هناك مذكرة الأمانة العامة مقدمة للسماء بشأن المواضيع الخليجية المشتركة والمقترحة لمناقشته. طبعا هناك عدد من الموضوعات التي اقترحتها الدول الأعضاء، وتم التوافق على اختيار ثلاث موضوعات نرفعها إلى وتم رفعها إلى أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس لاختيار موضوع واحد يلامس عموم المواطنين الخليجيين مناقشة خلال هذه الدورة التي تعقد برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا كان من حسم الطالع أن ثلاث موضوعات التي تم اقتراحها حقيقة كان لمملكة البحرين نصيب وافر في هذه الاختيار، حيث أن تم دمج أكثر من موضوع مقترح لمملكة البحرين أو من المقترحين التي تم تقديمهم من مملكة البحرين مع مقترح دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ليكون مقترح واحد، وهو السياسات المشتركة ما بعد كوفيد 19 ودور المجالس التشريعية في دول الخليج في تحفيز النمو الاقتصادي ودعم صغار المبادرين الخليجيين. هذه الحقيقة ثلاث موضوعات دمجها في موضوع واحد، وهو متعلق بمقترح الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت، إضافة إلى الموضوع الآخر وهو يتناول أيضا وضع استراتيجية خليجية للاهتمام بقضايا الشباب ووضع مبادرات ثقافية، إضافة إلى الموضوع الثالث وهو المتعلق بالتركيبة السكانية في دول الخليج الواقع والمأمول. هذه الثلاث موضوعات سوف ترفع إلى أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس. أيضا من ضمن البنود التي تم مناقشتها هو مشروع هو متعلق بالتقرير الذي سوف يقدمه معالي رئيس مجلس الشورى العماني للدورة السابقة، كون سلطنة عمان هي التي رأست الدورة في العام الماضي. وأيضا كان هناك مذكرة أخرى وهي البند الأخير في الموضوع متعلق بتوصية استمرار التواصل مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية، وتم تكليف دولة الرئاسة وهي دولة المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات المتحدة للتواصل مع هذه البرلمانات للتنسيق والمتابعة. سعادة السيد خميس حمد الرميحي نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، رئيس وفد الشعب البرلمانية المشارك في الاجتماع، شكرا جزيلا لك.